اليوم واحد اليوم فيه واحد الرده دستوريه حقيقيه. حنا كنقابه ديال المحاسبين ندين بشده المنع ديالنا من انجاز وقفه تم اشعار السلطات بها ولم تبدي اي رفض او منع لها. اليوم كنا في وقفه احتجاجيه امام الوزاره، لكن للاسف هذه الحكومه مستمره في مشاكسة قوانيننا الدستورية ودستور مملكتنا الشريفة 2011. اليوم بأسف وشدة ندين هذا المنع اللي كان سيكون أمام وزارة المالية. طبيعة الحال اليوم نجسد وقفة أخرى أمام بناية البرلمان لنقول لمن يهم الأمر من برلماننا الذين صوتنا عليهم كمغاربة يوم 8 سبتمبر السابق أننا كمهنيين متضررين من هذه القوانين المجحفة، ومهما يكون من أننا نعي الظرفية الاقتصادية والظرفية الوباء والظرفية كذا 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 كذا، لا يمكن أن تكون مبررا بأي شكل من الأشكال أن تضرب قوت اليومي للمهنيين والطبقات المتوسطة. اليوم الطبقات المتوسطة تخرج إلى الشارع لتحتج أن هناك قوانين تريد إفقار الفقير وإغناء الغني من خلال العديد من البنون داخل هذا المشروع القانون المالية 2023. لا مجال لذكرها، أهمها المادة 45 مكرر و 15 مكرر والتي تضرب في الصميم التعاقد الأخلاقي الذي كان من خلال المناظرتين السابقتين للجبايات المنجزة من طرف الحكومة، تضرب كذلك في القانون الإطار المتعلق بالضريبة والذي صدر سابقا في السنة السابقة، تضرب كذلك دستور مملكتنا الشريفة باعتبار أن النظام الجبائي المغربي هو نظام تصريحي، فلا يعقل أن يتم تضريب المهنيين على رقم معاملات دون الأخذ بالاعتبار الربح النهائي. جينا اليوم ان شاء الله باش نطالبوا من القانون الماليه يعاود يتعاد فيه النظر، حيت هاد الاقتطاعات من المنبع اللي خرجوا كضر المحاسب، كضر المحامين، كضر لي نوتير، كضر بزاف ديال لي زاكتيفيتي ومنهم نيت الشركات. وحنا كنتمناو بان ان شاء الله غيكون واحد الاذن صاغيه لهذا الموضوع ولهذا القانون ويدار فيه خير باذن الله. حنا اون فان كونت راه كنخدموا للدوله، كنخدموا للدوله وحنا يدنا راه معاها، حتى هي خصها تحمينا اون كونتخ بارتي. حنا راه بلادنا وقانوننا ورحنا معاهم، غير ما باغين حتى شي حاجه تضر لا المحاسب لا المهنيين. كرامه عداله اجتماعيه، كرامه عداله اجتماعيه.